اللي بغيت نقول على درب السلطان، اول حاجه درب السلطان اللي هو اللي موقع معروف على صعيد المغرب، اللاكس ديال الكوميرس على صعيد المغرب كامل معروف، كيجيو ليه الناس من كل المدينات خصوصا بالاربعاء والسبت، وفي بالاخص ملي كيقربوا الاعياد كنلاحظوا دابا انها الا جيت تحسب الاعداد الغفيره اللي واكبت على درب السلطان غنلقاو بواحد لو مينيموم 1 مليون ولا 3 مليون اللي غنلقاو فيها، تسمى بالمدينه المليونيه اللي هي كازا. درب السلطان معروف بالخسارات اللي معروفين فيه بالجماله بالتقسيط باي انواع اي انواع انواع التجاره كاينه في درب السلطان. و بهذه المناسبه كيكثروا اصحاب السرقات بالنشل وبالخطف وكننبهوا واتونسيون للعيالات اللي كيجيو بغيو يتغداو ديروا بالكم ردوا بالكم من السرقه من العيالات كيشفروا تاهما العيالات كيدخلوا داخل وسط وسط الناس ويسرقوهم بالنشل وتف في الطرقات كيكونوا النشل عن طريق اصحاب الدراجات الناريه. مرحبا بكم في درب السلطان والف مرحبا وغردوا بالكم من كيف قلت لكم من المسائل ديال السرقه اللي كتكون كثيره كثيره في هذه المناسبات هذه. الرواج كاين وانما البيع والشراء ما كاينش، الناس خارجين بكثره 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 وكاين ما كيتغداوش، راه بهذا الغلاء هذا بالغلاء ديال الاسعار راه بنادم راه تقهر بزاف، خصوصا كان الانسان كان الناس كانوا معولين كما وعدتهم الحكومه في البدايه ديال رمضان غيكون انخفاض في الاسعار، مي كنلقاو العكس كنلقاو الزيادات تزادوا شي بعض المواد الاساسيه تزادوا اكثر واكثر واكثر.